نبحث في هذه المسائل مع ضيفنا من بنغازي أستاذ العلوم السياسية دكتور يوسف الفارسي. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور إلى سكاي نيوز عربية. هنا هل الخطط البديلة ممكن أن تحسم الانتخابات؟ أي أنه بعد هذه التصريحات للجنة الانتخابية يمكن للليبيين أن يطمئنوا بأن الانتخابات ستجرى في موعدها في 25 من ديسمبر دون ظهور أي تشكيك في قواعد الناخبين، أسماء الناخبين، حقيقة توزيعهم، عدد صناديق الاقتراع؟ بسم الله، شكرا لك أخي العزيز. طبعا الآن حقيقة فيه تخوف كبير حقيقة حول عملية تسجيل الناخبين، خصوصا أن هناك أرقام وطنية يعني وقفنا عليها، يعني خصوصا التسجيل كان هناك ناس تسجل في منطقة معينة أو مدينة معينة ويتضح أن هي مسجلة في مكان آخر، وهذه تسبب إشكالية حقيقية حول إمكانية استخدام هذه الأرقام الوطنية من قبل أطراف بعينها لكسب المرحلة السياسية القادمة والاستيلاء على السلطة السياسية بنوع حقيقة من المخادعة ومن يعني استخدام هذه الأصوات لصالحهم بشكل أساسي. وهذا طبعا أمر وارد، لأن الفوضى في البلاد وعدم السيطرة على الوضع الأمني هذا يسبب حقيقة مشكلة حقيقية أمام أي استحقاق انتخابي ديمقراطي برلماني. بغض النظر عن موضوع الاقتراحات، المقترحات المقدمة حقيقة هي مقترحات حقيقة يعني مهمة، جزء منها طبعا لا يتناسب ولا يتوافق مع الأطراف المضادة اللي هي طرف التيار السياسي الذي لا يريد حقيقة مقترحات بعينها، لأن هي سوف تمس حقيقة مستقبله ومصالحه بشكل مباشر، لأن الأوضاع الآن أوضاع حقيقة غير عادية وأوضاع حقيقة صعبة جدا للغاية. طيب، حول حتى إمكانية إجراء انتخابات في موعدها متزامنة في 24 ديسمبر يعني. طيب اسمح لنا، بالنسبة للانتخابات الرئاسية لماذا التيار الإخوان يرفض انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشارع؟ ويعني كيف ستكون صلاحيات هذا الرئيس إن لم يكتب دستور أو يعني آلية دستورية توزع الصلاحيات بينه وبين الحكومة؟ طبعا هم يريدون الحقيقة يعملون جاهدا حول عدم انتخاب رئيس مشترك من الشعب، هم يريدونها عن طريق البرلمان بطريقة غير مباشرة، لأن انتخاب رئيس مباشر من الشعب يشكل خطر عليهم بشكل أساسي، خصوصا أنهم فقدوا شعبيتهم الآن في ليبيا، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في تونس والوضع الحقيقة ووضع الميزانية في ليبيا وعدم تمرير الميزانية، وكذلك وضع الانتخابات القادمة هي تصب في صالح أشخاص بعينها تحظى بشعبية وقبول لدى الشعب الليبي في الفترة السابقة. ولكن طبعا الخلافات حقيقة حول صلاحيات الرئيس هي حقيقة هم من خلال المقترحات المقدمة، هناك مقترحات طبعا تعطي صلاحية، هم لا يريدون صلاحيات مباشرة للرئيس، يريدون صلاحيات تقنين صلاحيات الرئيس، لأن صلاحيات الرئيس لما تكون مفتوحة وواسعة حتسبب إشكالية لديهم بشكل أساسي، وهذه اللي هم لا يتمنونها بشكل قاطع، لأن هذه تشكل طبعا خطر عليهم بالأساس، لأن هذه العملية صلاحيات المباشرة هي حتكون صلاحيات مهمة للرئيس في عملية حتى اختيار حكومته، وهم يريدون فرق ما بين الحكومة والرئيس ولا يريدون ارتباط مباشر بين الحكومة والرئيس، لأن هذا يشكل خطر إذا كان هم توصلوا إلى الحكومة القادمة أو توصلوا إلى برلمان بأي شكل من الأشكال. طيب الآن القاعدة الدستورية ما زال يعني هذا الإشكال حول إقرارها كما تابعنا، وإن كان البرلمان يعني أحالها إلى يعني اللجنة التشريعية هنا، وأنه لماذا في خلاف على القاعدة الدستورية؟ ما هي نقاط الخلاف؟ يعني إذا فهمنا نقطة الخلاف حول الانتخابات الرئاسية، لكن القاعدة الدستورية هنا لماذا حتى الآن في خلاف عليها؟ دكتور يوسف الفارسي هل تسمعني؟